مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الهندي وناريندرا مودي يعرب عن تطلعه إلى المحادثات مع الرئيس السيسي. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين ويطالب بتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. رئيس فاغنر يعلن السيطرة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، وبوتين يتوعد بالرد الصارم. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي وعددا من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية. وقد أقيمت للضيف الهندي الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة، ومن المقرر أن يعقد رئيس وزراء مصر والهند اجتماع مائدة مستديرة بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند. ولدى وصوله إلى القاهرة أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن تطلعه للمحادثات التي سيجريها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال مودي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إنه على ثقة بأن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز علاقات الهند مع مصر، موجها الشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الترحيب به في مطار القاهرة لدى وصوله، معربا عن تمنياته أن تزدهر العلاقات الهندية المصرية بما يحقق النفع لشعبي البلدين. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفعت لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تصل إلى 13.7%. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم التي أصبحت لا تصلح لعملية الدفن، موضحا أنه سيتم تطوير منطقة المقابر وإنشاء حدائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات. وأضاف مدبولي في تصريحات له عقب تفقده لمقابر صلاح سالم أنه سيتم إنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة بدون حلول. احنا بنوفر بديل انساني وديني ويعني يقدر ان هو يراعي حرمة يعني موتانا، وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفرة النهاردة على الطرق السريعة، وبدأت فعلا عمل حصر، وفي النهاردة اكتر من 20,000 مقبرة انشئت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة، علشان تبقى بديل ان احنا ننقل الاماكن اللي هي خلاص اصبحت واضح تماما زي ما حضراتكم شايفين انها لا تصلح لعمليه الدفن. هي دي النقطه اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. طب هو ايه اللي هيتعمل هنا؟
اللي هيتعمل هنا في إطار نفس التخطيط، إن إحنا لأن طبعاً دي من الناحية الدينية ودي درسناها، ما ينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير يا إما حدائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق أو الخدمات، مش خدمات مبنية، ما فيش حاجة تتعمل، ممنوع إن نبني أي مباني، عشان أأكد هذا الموضوع. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه ستكون هناك بدائل للتعامل مع المقابر التي لم يتم نقلها والتي لا تدخل ضمن التطوير. وشدد مدبولي عقب تفقده مقابر صلاح سالم على أن الحكومة حريصة كل الحرص على تراث مصر والمحافظة عليها. هل كلنا شفنا مقبرة الزعيم الخالد أحمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع ورئيسية في كل مدننا النهاردة؟ يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ، شفنا المقبرة عاملة ازاي؟ يعني هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سيادة الرئيس، يتعمل مكان او منطقة كبيرة اسمها تبقى مقبرة الخالدين، علشان نعلي من شأن زعمائنا اللي يعني ضحوا لهذه الدولة على مدار العصور، ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة ان الزعيم ده عمل ايه للبلد. يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة كلنا بنقرأ الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده، عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن، ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده لمنطقة سور مجرى العيون أن هذه المنطقة الحضرية نفذتها الدولة كبديل لمنطقة المدابغ، مشيدا بالنقلة الحضرية التي أصبحت عليها المنطقة الآن. وأشار مدبولي إلى نقل 2000 أسرة إلى شقق حضارية على أعلى مستوى بمدينة بدر، ليكونوا بجوار منطقة الروبيكي التي تمت إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، يعني اولا تم نقل 2000 اسره بتعويضهم ونقلهم في شقق حضريه على اعلى مستوى في مدينه بدر. وليه مدينه بدر؟ عشان تبقى جنب منطقه الروبيكي اللي هي اتعمل فيها منطقه المدابغ الجديده على اعلى مستوى، بحيث يبقوا مرتبطين يفضلوا قريبين من مكان عملهم. فبالتالي احنا الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نرفع يعني مستوى معيشة الناس اللي كانت موجودة هنا في مصر. حتى العمال السريح أو اللي كانوا بيسرحوا بتمثل العربيات كارو، دول برضو تم تعويضهم، علشان يعني تبقى الأمور كل الناس تم تعويضهم. لكن النهاردة المنطقة كانت يعني برضو كانت المياه الجافية والتلوث اللي كان موجود غير طبيعي في المنطقة بعد ما هدمناها. النهاردة في خلال سنتين احنا واقفين زي ما حضراتكم شايفين المكان عامل ازاي. والنهاردة بنتكلم على شقق طبعاً معمولة بالطراز الإسلامي اللي يتماشى مع طبيعة المنطقة على أعلى مستوى. الحمد لله الشقق فيها يعني مستوى جميل جداً، شبابنا وأي أسر النهاردة تقدر إنها تيجي وتسكن في مكان على أعلى مستوى. الحمد لله لاندسكيب زي ما انتوا شايفين، يعني أعتقد الصورة نفسها أبلغ من أي وصف. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استهل جولته التفقدية للقاهرة التاريخية بزيارة المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين. كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي التي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم. وزار أيضا عددا من المقابر الأثرية الأخرى لعدد من الشخصيات المعروفة تاريخيا. وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا مشروع تطوير حدائق الفسطاط، موجها بالإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت، بما يتسق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضري بالقاهرة. كما تبع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لأعمال الكشف والترميم عن الحفائر بمدينة الفسطاط الأثرية ونسب التنفيذ المحققة لمختلف مراحله، الذي يمثل استكمالا لجهود إبراز كنوز الحضارة المصرية بمختلف عصورها.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطوير منطقة الطبيب بحي السيدة زينب روضة السيدة 2، وأكد مدبولي أن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود التطوير التي خضعت لها منطقة روضة السيدة 1 تل العقارب سابقا، وساهمت في تغيير الوجه الحضري لها بالكامل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير القاهرة التاريخية هو جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة. جاء ذلك خلال جولته بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل بعدد من قطاعات التطوير، وقد بدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح المؤدية إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، حيث تم استعراض نماذج للمباني التي تم تطويرها ضمن هذه المنطقة، وكذا متابعة أعمال إنشاء أحد الفنادق. كما صعد رئيس الوزراء أعلى مسجد الحاكم بأمر الله كنقطة مشاهدة لمتابعة أعمال التطوير، وكذلك أعمال تطوير منطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم. أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لدعم المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واستمرارا لهذا الدور، وزعت الوزارة عبوات ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات لتخفيف العبء على كاهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. واستمرارا لهذا الدور، فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. توزيع هذه العبوات يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال مأموريات من مديريات الأمن كل بنطاقها تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجا لتسليمها لهم، كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. متشكرين، تحيا مصر. التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين. ربنا يخلي الرئيس ويزيده من نعيم الله. جعلوا شهر مبروك وسنة مبروك عليكم وعلى الأمة كلها وحضرة الرئيس. بلاده في يوم تعيش، البلد دي ما بتقعش، والأهم البلد دي ظهرها ما بينحنيش. يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب، ويكفيكم شر ايدين الناس الغدرة. كل سنة وانت طيب يا حاج، كل سنة وانت طيب. يا بلادي في كل الأزمنة، وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف مفيش. شكرا شكرا لعبد الفتاح السيسي وللداخلية. لو خدت تاخدي مني روحي، دي روحي هينة، وهو ايه في الدنيا اغلى. إشادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم. دي هدية بسيطة من السيد رئيس الجمهورية، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب. دي هدية السيد الرئيس ليكي، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه. كل سنة وانت طيبة. الله يخليك، ربنا يبارك له يا رب. كل سنة وانت طيب ويبارك. هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم، والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. الأزمنة وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. مرة حسيت بخوف وقد الظروف، مفيش أي قوة تهزنا. لو خدت تاخدي مني روحي، دي روحي هينة، وهو ايه في الدنيا أغلى. احنا عايشين في أمن وأمان طول ما هو موجود معانا. الله يبارك لك. كل سنة وأنتم طيبين. في كل ليل بطل تمن شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر. هادي كانت زمان وبلدي.
كل سنة وانتم طيبين وربنا يخليكم لينا ويخلينا سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا على طول. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب. أنا بشكر سيادة الرئيس اللي هو فاكرنا وجاي لحد هنا وربنا يعينه ويقويه وشكرا على دي. بشكر سيادة الرئيس على المبادرة ديت وكل عام وهو طيب. ربنا يخليك لنا يا رئيس وألف شكر. ولادها أبطال أسود وقد العهود وجوه قلوبهم حبها. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنة وانتم طيبين ويارب الناس كلها تكون بخير وبأمان وربنا يخلي لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعت لنا هديات مع المأمور وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان فاكر الناس في الاعياد وفي المناسبات الطيبة ونقول له كل سنة وانت طيب. شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. انتم تمذخر لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومنك قريب انا اديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لذا تتنوع وتتواصل المبادرات ومنها مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. ربنا يكرمه وطول عمره ويستره وعينه على 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 مصر كلها. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. مع اكتمال وصول حجاج القرعة إلى مكة المكرمة تتواصل التيسيرات المقدمة لهم من بعثة حج القرعة تمهيدا لأداء المناسك. تتابع غرفة عمليات مجهزة أحوال الحجاج خلال المناسك بالأماكن المقدسة. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم، في مقدمتها فنادق الإقامة التي تم اختيارها على مقربة من البيت العتيق، ما هي إلا خطوات يخطوها الحجاج مترجلين من الفنادق باتجاه المسجد الحرام، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا بين أوساط حجاج القرعة. المسافة بين الفندق وبين الحرم لا تتجاوز 100 متر. كل هذا الأمر كل هذه التسهيلات على الحجاج أود أن أشكر قيادة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن التفويج لجميع الحجاج. فندق قريب من الحرم، سكن جميل، ترتيبات جميلة، قايمين بالواجب معانا كحجاج، الغرف مستواها كويس، مستوى الفندق ممتاز، مفيش أي معوقات، أي تسهيلات أو أي حاجة بنطلبها بيكون تسهيلها فورا. استقبلونا بالترحاب بصراحة، والفندق بصراحة قريب جدا من الحرم، وكل الناس بصراحة هنا في خدمتنا. بهو فنادق الإقامة يشهد حركة مستمرة من الضباط للاطلاع على أحوال الحجاج والوقوف على متطلباتهم. الابتسامة تعلو وجوه الجميع
بالفوز بأداء المناسك وما تقدمه بعثة حج القرعة من تيسيرات وإجراءات تنظيمية لراحتهم. أول ما دخلنا منتهى الراحة، الشنط بتاعتنا لقيناها على بيبان الأوض بتاعتنا، كل واحدة مكتوب عليها رقم الأوضة. بصراحة قايمين على خدمتنا بمنتهى الأمانة. أمور الحمد لله ميسرة وكلها، سواء كانت إقامة هنا في الفندق أو أي خدمات هم بيوفوها بالنسبة لنا، والأمور الحمد لله بخير. كل حاجة الله أكبر، والخدمة ممتازة ومرتاحين جدا والله. احنا فعلا متمتعين بهذا الرحلة الكريمة بوزارة الداخلية، وبنشكر وزارة الداخلية على هذا المجهود الكبير اللي هي أيمان معانا. وكل حاجة كويسة جاو، وكل حاجة مشيانة مع 24 جرام. غرفة عمليات مكة والتي شكلتها بعثة حج القرعة تتولى إدارة ومتابعة شؤون الحجاج المصريين منذ لحظة مغادرة الأراضي المصرية وصولا إلى الأراضي المقدسة وطوال فترة الرحلة من إقامة وإعاشة وانتقال وكذا حالتهم الصحية واتخاذ كافة الإجراءات لرعايتهم بالتنسيق مع الجهات السعودية ذات الصلة وغرفة عمليات مجلس الوزراء المصري. جيت غرفة العمليات النهاردة عشان أستفسر على مناسك الحج، إيه هنبدأ إمتى وهنتحرك إمتى، يعني عشان نعرف إيه هنبدأ بإيه الأول، هنروح مين ولا هروح إيه. فسيادة العقيد بصراحة الحمد لله تفضل سيادته بشرح، شرح لي كل حاجة وهنبدأ إزاي وهتتقسم إزاي أحياء. ميسر لنا كل حاجة في المطارات، سواء مطار القاهرة أو مطار جدة وقت الوصول. الباصات كانت فاخره جدا، يعني حتى الحاجات كانوا وصل لنا لبس الاحرام وخط سعودي مجرد ما جينا فعلناه. فخوره ان بلدي بتقدم لنا هذه الخدمه المنظمه على ايد ناس محترفين. الفندق نفسه بيقدموا الخدمات، مفيش اوضه ناقصه حاجه، وعلى طول في اشراف عليهم ويمروا على النقط، اي نواقص في الاوضه بيكملوها وكده. وتشهد فنادق اقامه حجاج القرعه تنظيم ندوات دينيه للتوعيه بمناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج. بسم الله ما شاء الله، ارشادات ممتازه بالنسبه للحج وبالنسبه للعارف بتعرفه بزياده، واللي مش عارف بتعرفه. ده كان دي مناسك، ربنا يقبل من الجميع. عندنا كمان مجموعه شيوخ من الازهر ما شاء الله، بنسالهم بدل مره 10 مرات يعني في كل حاجه، وهم بيجاوبوا علينا في كل حاجه، وعندهم استعداد لو اي سؤال نسالهم يجاوبوا عليه في كل حاجه يعني. هكذا يسرت بعثة حج القرى على الحجاج لأداء مناسك الحج والاستمتاع بالأجواء الروحانية طوال فترة الرحلة المقدسة. تضع بعثة حج القرى كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرى هنا بمكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك. فنادق إقامة موجودة بالقرب من الحرم المكي الشريف، إضافة إلى حزمة من التيسيرات الأخرى التي بدت واضحة على وجوه الحجاج هنا بمكة المكرمة. من مكة المكرمة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. ويبقى معنا مفادنا محمد حلمي من الأراضي المقدسة. محمد، بعد التحية نطمئن منك على أحوال البعثة الطبية المصرية للحج حتى هذه اللحظة. تحياتي لك محمد من مقر البعثة الطبية المصري في مكة المكرمة. بالفعل البعثة الطبية طبعا رجل صدر الخطوة قبيل تفريج الحجاج المصريين لبدء الرحلة المقدسة. عدد المترددين على العيادات الطبية هنا بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تصل إلى 23 عيادة طبية وصل إلى 12,865 من الحجاج المصريين تم تلقوا الخدمات، سواء خدمات علاجية دوائية وقائية. هناك حوالي 750 ندوة تم عملها بمقر إقامة الحجاج المصريين. عدد المترددين على هذه الندوات التثقيفية لتوعيتهم بالوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس وغيرها وصل إلى 26,000 حاج مصري. كذلك الذين دخلوا المستشفيات منذ بدء وصول الحجاج المصريين وحتى اليوم 35 حاج دخلوا المستشفيات بالتعاون مع السلطات السعودية، خرج 21 حاج وباقي 14 حاج حالتهم مستقرة. تقدم لهم الخدمات العلاجية بهذه المستشفيات، وهناك فريق من البعثة الطبية يمر على مدار الساعة لرصد أي حالة تدخل هذه المستشفيات أو متابعة الحالة الصحية للمنومين بهذه المستشفيات. عدد الحالات التنفسية وصل ل 269 حالة، تم اكتشاف 14 حالة كورونا. اليوم تم عمل قافلة طبية بمنطقة العزازية بمكة المكرمة التي تخدم أكثر من 4,000 حاج بهذه المنطقة، وذلك للوصول لكافة الحجاج المصريين أينما كانوا تقديم هذه الخدمات سواء على المستوى الطبي أو المستوى الوقائي. رؤساء البعثة هنا
في منطقه المشاعر للوقوف والاطمئنان على مناطق المخيمات والتي سوف يتم اقامه بها العديد من العيادات الطبيه، وكذلك طريق المرور بالمستشفيات الموجوده بمناطق المشاعر للعمل على تهيئه الاجواء الروحانيه لهذه الرحله. شكرا. او الوقوف على الخدمات التي تقدم في المستشفيات الموجوده في منطقه المشاعر والتي تصل الى 5 مستشفيات. معك محمد. شكرا لك محمد حلمي من الاراضي المقدسه، نتمنى لك السلامه ولكل الحجاج المصريين. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة والمتصاعدة التي كان آخرها إحراق منازل وسيارات المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله من جانب المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال. كما أدان الاتحاد الأوروبي هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن أعمال العنف الأخيرة أدت حتى الآن إلى استشهاد فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين وتدمير ممتلكات فلسطينية على نطاق واسع، مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. وطلب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بضرورة ضمان حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أدان قرار إسرائيل المضي قدما في التخطيط لبناء ما يقرب من 1000 وحدة سكنية في مستوطنة إيلي. دعا مجلس الأمن الدولي لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة، بالإضافة لدعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الشركاء يقومون بتسليم الإمدادات الطبية وتقديم الدعم للمنشآت الصحية. The Secretary General is following with concern developments in Sierra Leone in the run-up to the 24th of June elections. اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اطلع نظرائه البيلاروسي والأوزبكي والكازاخستاني، أطلعهم على الوضع الحالي في روسيا. هذا وصدق بوتين على قانون يسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يخالف القانون العرفي المعلن في البلاد لمدة 30 يوما. وأكد بوتين أن ما يحدث من تطورات متسارعة من خلال العصيان المسلح الذي قام به مؤسس مجموعة فاغنر سيتم الرد عليه بشكل قوي وصارم على كل ما يهدد الدولة الروسية. كل التصرفات التي تقسم وحدة أن هذا التمرد على الشعب، على الرفاق في القتال الذين يقاتلون في الجبهة، وهذا تعنى في ظهرنا. لا نسمح لذلك بالتكرار، وسندافع عن دولتنا ومواطنينا أمام أي التهديدات بما في ذلك الخونة الداخلية. وما نواجهه اليوم هذا خونة. أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية السيطرة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة. وقد أشار في رسالة صوتية إلى تعرض قواته لإطلاق نيران المدفعية وطائرات الهليكوبتر وهم في طريقهم إلى روستوف. كما أكد رفض قوات فاغنر الامتثال لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم أنفسهم. أعلنت بيلاروسيا تحالفها مع روسيا وسط تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة. كما أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال وحدات من بلاده إلى مناطق التوتر في روسيا. يأتي ذلك عقب إعلان قديروف في وقت سابق استعداد بلاده للمساعدة في إحباط تمرد مجموعة فاغنر العسكرية.
وشدد قديروف على أنه يجب القضاء على التمرد المسلح الذي دعا له مؤسس شركة فاغنر العسكرية، مؤكدا أن قواته مستعدة لاستخدام إجراءات صارمة إذا لزم الأمر للقضاء على التمرد المسلح، كما أعلن استعداده لبذل كل ما هو ممكن لحماية روسيا وسيادتها. هذا وقد توالت ردود الأفعال الدولية حول التطورات والمستجدات بشأن طبيعة ما يحدث في روسيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن ضعف روسيا بات واضحا بعد التحرك الذي قام به مؤسس مجموعة فاغنر الروسية. في تصريحات له أضاف زيلنسكي أن الفوضى سوف تتفاقم داخل روسيا كلما أبقت موسكو قواتها ومقاتليها في أوكرانيا لمدة أطول. حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كييف من حوادث محتملة في محطة زابوريجيا، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسجيل جميع حالات الهجمات على المنشأة. ولفتت زاخاروفا إلى أن السلطات الأوكرانية تستخدم أي ذريعة لبث معلومات مضللة حول المخاطر النووية بالمحطة، ومحطة زابوريجيا هي الأكبر من نوعها في أوروبا وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس 2022 التي تحاول مؤخرا. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بلينكين يناقش مع كوريا الجنوبية نتائج زيارته للصين، وبيونغ يانغ تحذر من رد قوي. We'll be right back.
توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تراجع احتمالات وقوع الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود. وقالت يلين إن الخطر ما زال قائما رغم تجديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسات المالية. وأشارت وزيرة الخزانة إلى الحاجة لخفض الإنفاق حتى يمكن السيطرة على التضخم، مؤكدة أن المؤشر الرئيس للأسعار مرتفع للغاية. وأضافت يلين أن التضخم انخفض في الواقع كثيرا بفضل التعديلات التي تشهدها أسواق العقارات. يعتزم بنك إنجلترا بيع سندات حكومية بريطانية بقيمة 7 مليارات و110 ملايين جنيه في الربع المالي المقبل من العام الجاري، مقارنة بالمخطط البالغ قيمته حوالي 9 مليارات و260 مليون جنيه استرليني. هذا ومن المرجح أن تبدأ المزادات في 3 يوليو المقبل بواقع 3 مزادات لكل شريحة استحقاق. أكدت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية أن شمال أفريقيا لديها أكبر إمكانات لتصدير الهيدروجين النظيف على نطاق عالمي. ويرجع ذلك إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة والطلب المحلي المتواضع وقربها من السوق الأوروبية. وأوضحت إيكوفين أنه بإمكان شمال أفريقيا جني نحو 110 مليارات دولار من عائدات تصدير الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، حيث من المتوقع زيادة الاستهلاك العالمي منه بأكثر من 6 أضعاف خلال العقود 3 المقبلة. انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن، محملة الأخير محاولة دفع الصين للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن السلاح. ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بلينكن قد اتصل بنظيره في كوريا الجنوبية وطالب بكين باتخاذ دور بناء في وقف كوريا الشمالية للاستفزازات ونزع السلاح النووي. الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتأزم مع تصاعد التوترات وتقاذف التصريحات بين بيونغ يانغ من جهة وسول وحلفائها من جهة أخرى. كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن، محملة الأخير محاولة دفع الصين للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن السلاح. بيونغ يانغ حذرت من أن ردها سيصبح أكثر شمولاً وقوة على أي إجراءات عسكرية أقوى من جانب الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية. وبحسب مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، فإن تهديدات بلينكن للصين للضغط على بيونغ يانغ تعبر عن عقلية مهيمنة خطيرة. ووفقاً لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن بلينكن اتصل بنظيره في كوريا الجنوبية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة لمناقشة نتائج زيارته للصين هذا الشهر. بلينكن طالب بكين لعب دور بناء في وقف كوريا الشمالية للاستفزازات ونزع السلاح النووي. وفي محاولة لمناقشة قضايا الأسلحة النووية والحد منها، عقدت الولايات المتحدة هذا الشهر اجتماعاً لخبراء من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا لمناقشة قضايا الأسلحة النووية بما في ذلك الحد من المخاطر الاستراتيجية. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كريبي أن اللقاء يعد تبادلا مستمرا في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وردا على هذه التطورات، تواصل كوريا الشمالية إطلاق صواريخ قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد إطلاقها تحذيرا من مناورات عسكرية تجريها قوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عبور 8 طائرات عسكرية صينية الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين. وأضافت الدفاع التايوانية أنها رصدت تنفيذ 5 سفن تابعة للبحرية الصينية دورية قتالية مشتركة، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب ونشرت طائراتها وسفنها الدورية ردا على هذا الحادث.
يستعد اليونانيون للتوجه غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية للمرة الثانية هذا العام. تتولى حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد بعد فشل جميع الأحزاب اليونانية في الفوز بالأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف في الانتخابات التي تم تنظيمها في 21 من مايو الماضي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات خلال إجازة العيد للتأكيد على عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني، مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات تنفيذا للإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة. كما كلف رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع المحافظين بضرورة توفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وذلك في إطار استعدادات عيد الأضحى المبارك. كما شدد على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مشيرا إلى أنه تم إصدار نحو 1,184,000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة وصلت إلى 5,742,611,000 جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو هذا العام. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. ناقش الحوار الوطني موضوعات لجان المحور المجتمعي ومن ضمنها مستقبل الثقافة في مصر، والذي لا يعد عنوان جلسة فقط لكنه يعد رؤية لما سيتم قراءته. كما تمت مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، هذا وقد تم توجيه دعوة للجميع للمساهمة في قراءة المشهد الثقافي والفني الحالي وكيف أثر على قيمنا وسلوكنا ومبادئنا الأساسية، وكذلك المشاركة في البناء ورسم المستقبل. قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إبراهيم رمضان إن جلسات الحوار الوطني شهدت العديد طرح العديد من القضايا الهامة، من بينها شمولية الموازنة العامة وضبط وترشيد الإنفاق. وأضاف رمضان أنه من المهم تطوير طريقة طرح الموازنة من خلال البرامج والمشروعات. فكرة شمولية الموازنة ان انت يبقى عندك شمولية للموازنة، ضبط للانفاق، ترشيد للانفاق، وواحدة من الحاجات المهمة ان حضرتك يبقى عندك كفاءة للنفقة، يعني حضرتك تطلع نفقة يبقى فيها كفاءة فيها وفيها حوكمة فيها. فواحدة من الموضوعات اللي اتطرحت فكرة موازنة البرامج والأداء. وموازنة البرامج والأداء ببساطة علشان نسهل على السادة المشاهدين،
فكرة التحول من موازنة بنود وأنواع، يعني بند أجور، بند مرتبات، بند مكافآت، إلى إن إحنا نخلي الموازنة تتقلب برامج ومشروعات. يعني إيه برامج ومشروعات؟ يعني حضرتك وإنت بتقدم الموازنة بتقدمها لي على هيئة مشروع ليه مؤشرات وليه معايير قياس، من خلالها أقدر أتابع موازنتك لحظة بلحظة، وعليها بيحصل اللي أنا قلت لحضرتك عليه، ضبط للنفقة شمولية، أنت شايف الموازنة ومشروعاتها عاملة إزاي، تقدر كموازنة عامة تقدر تقول أنا هستثمر في الجانب ده أو هخلص المشروع ده، فيبقى عندك أولويات. وأهم حاجة في موازنة البنود والأنواع هي فكرة تحديد المعايير. قال عمرو فتحي خبير التنمية والإدارة ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، قال إن زيادة الإيرادات من أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني. أشار فتحي إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار بشكل عام. الاستثمار المحلي لازم تشجيع الاستثمار المحلي بشكل كبير جدا، خاصة لو حضرتك عرفت أن الاستثمار المحلي طبقا لتصريح رئيس الوزراء الأخير أنه بيمثل ان الاستثمار المحلي بيمثل حوالي 35% على تصريح السيد رئيس الوزراء، 35% من الاستثمارات اللي موجوده في مصر، من حجم الاستثمارات الكليه. طب اجي ابص بقى نسبته قد ايه في الناتج القومي المحلي او في اجمالي الناتج المحلي، نسبته 72%، يبقى هو ب 35% جاب لك 72%، يبقى بالظبط كده، يبقى انا لازم أشجع الاستثمار المحلي جامد جدا، والقطاع الخاص جامد جدا جدا وبسرعة، لأنه هو اللي بيجيب لي أهو. وفي نفس الوقت هو برضو طبقا للتصريح بتاع وزارة التخطيط بقى هو اللي بيشغل 78% من القوى العاملة المصرية. شدد محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على أهمية وجود منصة صناعية شاملة في مصر لتشمل مختلف المصنعين والمنتجين. وأشار أسعد إلى إمكانية حصول مصر على مثل تلك المنصة بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي. مصر محتاجة خلال الفترة اللي جاية يبقى عندها منصة صناعية شمولية، بمعنى إن احنا عندنا كتير جدا من المصانع بتنتج كتير من الخامات والرو ماتيريال موجود، المصنعين نفسهم ما يعرفوش الكلام ده خالص وعندهم شورت في الكلام ده وبيستوردوه من بره. فاحنا النهارده كحزب بنتبنى ان احنا هننشئ ونقدم للمجتمع الصناعي المصري منصه صناعيه مصريه بتشمل كل المصنعين بما فيهم مصنع الرو ماتيريال وكمان المنتج النهائي. النهارده على غرار الصين عندها منصه اسمها علي بابا، هي من ضمن المنصات الكبيره اللي ساعدت الصين على دخول اسواق ناشئه واسواق كتير على مستوى العالم هي منصه علي بابا. وبالعكس لما نشوف النهارده حجم الترافيك على المنتج الصيني كان من ضمن المنصه الالكترونيه دي. مصر مش بعيده على انها تعمل حاجه زي كده، سواء للمصنعين اللي عنده منتج نهائي ويدخل فيها في نفس البلاتفورم ده المشروعات الصغيره المتوسطه. النهارده انا عايز انشط الصناعات الصغيره والمتوسطه والمتوسط الصغر، طب عايز يصدر، هيصدر من خلال ايه؟ فيبقى كل ده من خلال المنصة. ده المحور الأولاني. المحور الثاني ان احنا طلبنا بان يكون في قانون للصناعة، قانون موحد، لان احنا النهاردة عندنا للصناعة ولايات كتير جدا وجهات كتير جدا متداخلة في الصناعة. فطلبنا ان يكون في قانون صناعة موحد يشمل كافة الجهات المعنية بحيث ان انا النهاردة اقدر الخص كل قوانين الصناعة اللي من السبعينات في قانون واحد. قال باسم لطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن استراتيجية مصر في الصناعة يجب أن تكون الصناعة من أجل التصدير. وأشار لطفي إلى أن الإنتاج والتصدير سيساعدان على توفير منتج شبيه بالمستورد بنفس الجودة وبسعر أقل. المفروض تبقى استراتيجية مصر في الصناعة أن هي تكون الصناعة من أجل التصدير، هو ده يعني، أو الإنتاج من أجل التصدير، وبالتالي اما بنتج واصدر بالتالي هوفر منتج واحده منتج شبيه المستورد في مصر بجوده بنفس الجوده بسعر اقل. طبعا من النقاط المهمه جدا اللي طرحت الترابط الصناعي في مصر، للاسف مصر تفتقر الترابط الصناعي والداتا بيز اللي هي بتوصل كل الصناعات ببعض بالواردات بالجمارك، مين بيستورد ايه، طب ممكن نلاقي له بديل محلي، وده طبعا قطاع كل القطاعات تستفيد الداتا بيز دي، لان في مصنعين كبار بيستوردوا مدخلات انتاج، في نفس الوقت ممكن يكون في مصنع صغير ممكن يطور المنتج بتاعه ان يورده للشركه دي، لكن ما فيش ترابط، ما فيش صله بينهم من بعض.
والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشاط السادسة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا محمد وشكرا إلهام. ومشاهدينا الآن إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحسن أداء مصر في تقرير التنمية لعام 2023 الذي يستعرض أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأصدر التقرير عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة SDSN الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة. وتقدمت مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ستة مراكز، حيث احتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنها التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة. كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجات في عام 2023 مقابل 68.7 في عام 2022، بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التقى وفد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بعدد من ممثلي الشركات الهندية في مومباي. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب عدد من الاستثمارات الهندية بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة البيئة. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بافتتاح محطة التموين المتكاملة غازتك لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة وسط القاهرة. جاء ذلك في إطار الخطة القومية للدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. استكمالا للخطة اللي بدأناها في التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كجزء من الخدمات المؤداة للمواطنين كوقود بديل من ضمن الاختيارات للعملاء وقائدي السيارات، يبقى عندهم بنزين وعندهم سولار وكمان عندهم غاز طبيعي. فيبقى ميزة الغاز الطبيعي ان هو زي ما اتفقنا ان هو سعره ارخص، وكانت الفكرة ان احنا نحاول نخلي كمان ان هو متوافر في كل المحافظات وفي كل الطرق وفي كل المحطات. زي ما بندخل محطة بنلاقي بنزين 80 و92 و95 وبنلاقي سولار، كمان عايزين ندخل نلاقي غاز طبيعي. ده اللي احنا بنعمله، وبناء عليه في آخر 3 سنين الحمد لله باستهداف 1000 محطة. الحمد لله احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا 1000 محطة خلاص اتحددوا وبنشتغل فيهم كلهم. النهاردة احنا يمكن تجاوزنا 750 محطة شغالة بتقدم خدمة غاز طبيعي مضغوط للسيارات في كل محافظات الجمهورية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مسجلة خسارة أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط، رغم بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي. وتراجع مزيج برنت ب4% ليصل إلى 73 دولارا و85 سنتا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط نصف درجة مئوية ليصل إلى 69 دولارا و16 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى $2.42 سنتا للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.64% لتصل إلى $2.73 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عاد لمستواه المسجل خلال فترة ما قبل وباء كورونا، أي قبل 3.5 سنة. ووفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاء نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 6% بين مطلع العام ومارس، وهو ما يضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطا في منطقة اليورو. We'll be right back.
نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى ريهام ومحمد. شكرا لك محمد. بأخبارنا الاقتصادية نصل لختام نشرة السادسة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الهندي، وناريندرا مودي يعرب عن تطلعه إلى المحادثات مع رئيس السيسي. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين ويطالب بتقديم مرتكب الجرائم للعدالة. رئيس فاغنر يعلن السيطرة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، وبوتين يتوعد بالرد الصارم. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء. Thank you.